هي مهنة المخاطر نعم، لكن في العراق المخاطر أطوار أعنف تستهدف رواد الكلمة والعاملين على نقل الحقيقة في بلاد ما فتئت تكتوي بنار الديمقراطية التي تقول الأحزاب الحاكمة إنها رعية لها. قائمة تطول من الضحايا الصحفيين في العراق في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف 2 تشرين. لا تزال تنتظر الكشف عن المسؤولين عن عمليات القتل المنظمة التي تستهدف الصحفيين والتي زادت وتيرتها مع ثورة تشرين ونقل الإعلام لأحداثها. إهمال يفسره مكان العراق الحالي في ذيل قائمة المؤشر العالمي للإفلات من العقاب، حيث يؤكد المؤشر أن 22 صحفيا على الأقل قتلوا في العراق عام 2020 وأفلت القتلة من العقاب. منظمة هيومن رايتس ووش من جانبها دعت السلطات في العراق إلى مزيد من الجدية في حماية الصحفيين والحفاظ على سلامتهم عقب تقارير تحدثت عن ملاحقة وتهديدات يتعرض لها الصحفيون من الميليشيات الموالية لإيران. حرق لمكاتب القنوات التلفزيونية وعمليات قتل واختطاف أدوار قامت بها الميليشيات الموالية لإيران لم تكن موجهة ضد الصحفيين في العراق وحدهم، بل تعدتها إلى الناشطين والمتظاهرين الذين أصبحوا بالمجمل هدفا مكشوفا أمامها وأمام القوات الحكومية في وقت التزمت حكومة الكاظم الصمت وتحدثت عن عجزها بإنهاء أزمة سلاح الميليشيات المنفلتة. تحقيقات تعلن مرارا في أعقاب كل جريمة تستهدف الصحفيين والجاني يبقى طليقة هي معادلة كما يقول صحفيون وناشطون لاستمرار الحكومة ومن خلفها الأحزاب الحاكمة بتكميم الأفواه وخنق حرية التعبير في بلاد يبدو أنها قررت الخلاص ولم تعد تطيق صبرا بانتظار الانعتاق.